تركيا المفاجأة المدوية، تركيا المفاجأة المدوية، الإعادة. كل أنصار أردوغان من أكتر من 48 ساعة كانوا يتحدثون عن نصر مدوي وحاسم وكبير، ولكن هذا الأمر لم يحدث. نتيجة اليوم هي أنه هذه الانتخابات ستتم إعادتها يوم 28 القادم. زميلنا العزيز اللي عامل تغطية عظيمة وكبيرة الأستاذ طاهر بركة، موفد قناة العربية بتركيا، أهلا بيك يا فندم. إيه الانطباعات عند الناس؟ يعني الإعادة يمكن كان أنصار أردوغان يعني متخيلين أن الأمر كان يكون معبدا وسهلا. كان يعني كلا الطرفين يعتقدان بانهما سيحدثان بدون شك، يعني حتى المعارضه بتحالف الامه الذي يتزعمه الدكتور اوزيو كمرشح سياسي، المعارضه ثابت امالها في الواقع حتى لو لم تكن تراهن على فوز محقق، الا انها يعني زميلي طاهر في بس في مشكلة في الصوت، هنتصل بحضرتك على طول. فزي ما بقول لحضراتكم احنا امام اعادة، وزي ما كان زميلنا طاهر بيقول ان الطرفين بيقولوا انه في الاعادة سيكون هناك حسما كبيرا لهذا الامر. طبعا محدش يعني بعد اللي حصل امبارح ما تقدرش تتنبأ ولا تتوقع. طبعا اغلب التنبؤات بتتكلم على اردوغان، ولكن في النهاية بعد ما حدث الامس الفاصل نتحدث من 49 ل 44 نسبة أكتر من 2 مليون صوت، ولكن في النهاية هو الغريب كمان في الأمر إنه المدن الرئيسية بنتكلم على أنقرة، بنتكلم على اسطنبول، بنتكلم على إزمير، كل دول خسر فيهم أردوغان. زميلنا طاهر بركة يعود لنا مرة أخرى، أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ عمرو. طيب يعني الناس كتير بتدي وزن ضخم لسنان ان هو ممكن يرجح كفة اي من المرشحين، وابتدوا يقولوا عليه صانع الملوك، هل اللي يعني هذا الوزن مناسب؟ حقيقة قد يؤثر موقفه بشكل كبير، ولكن ليس الى الحد الذي تصوره بعض على ما اعتقد. لماذا؟ لان سنان اوغان لم تذهب اليه كل الناس للتصويت له لاجله لشخصه او لبرنامجه، انما هربا من المتحالفين الاخرين او من التحالفات الاخرى على التعبير. يعني مثلا هناك من كان متضررا من تحالف الامه بسبب دعم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي اي اليسار الاخضر، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره القوميون المتسببون ارهابيا اضافه الى طبعا السلطه، هؤلاء يدعمون كريستيان اوغلو. فبالتالي بعض القوميين هربوا بين قوسين من تحالف الامه رغم وجود نيرال اكشنر وهي زعيمه حزب الخير او الجيد، ورغم وجود قوميين ايضا في حزب الشعب الجمهوري، هرب هؤلاء القوميون الى مرشح اخر هو سنان اوغان. كانت ممكن ان تكثف الاصوات بين محرر ام جي ولكنه انسحب وبين سنان اوغان. ايضا في الحركه القوميه المتضامنه والمختلفه مع اردوغان في حاله الجمهور، هناك بعض ممن يعني لم يعجبه هذا التحالف فبالتالي ذهب الى مرشح اخر. اذا صوت البعض لسنان اوغان هذه المره هربا من التحالفات. طب استاذ اخي طاهر، ما هي التوقعات في الاعاده؟ ما هي التوقعات؟ يعني اغلب الناس عندك بتقول ايه؟ ما هي التوقعات؟
سأحاول أن أكون يعني دقيقا فيما سمعت وفيما سألت الناس وفيما سألت المحللين السياسيين المقربين من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. المعارضة ماذا أملها؟ ولكنها متمسكة بأن يعني تكافح حتى آخر رمق كان من التصريحات التي سمعناها من داريو أو من حلفائه الآخرين يتحدثون عن ضرورة عدم شعور بالهزيمة، عن ضرورة عدم فقدان الأمل، عن الكفاح لآخر لحظة، عن عدم انتهاء السباق، عن ضرورة انتظار دولة الإعادة لكي نرى إن كان الأمر أم لا كما قال أحمد سيد قدر. إذن ولكن الناس يقول يعني هناك اعتقاد، هناك اعتقاد ساد بالنسبه الى الناس، واحنا في اصدار اوديو كان لديه امكانيه بحكم التحالف العريض الذي شكله ان يفوز في المره الاولى، ولكن كسر هذا الرهان، وبالتالي الجوله الثانيه ستكون عليه اصعب. يعتقد بعض انصار الموالاه وبعض المحللين المحايدين انه كان لديه هذه الفرصه فقط في المرة الأولى، في الجولة الثانية قد يصبح الموضوع أصعب. ماذا لو ذهبت الأمور كلها إلى بأصوات سينان أوغار إلى أردوغان سيفوز؟ حتى لو ذهبت أو لو ذهبت إلى كنستار أوغلو كلها مجتمعة وهذا مستبعد أيضا، يعني ما النسبة التي سيحصلها؟ ستكون نسبة 50% صعبة أيضا للحصول عليها. ولكن هناك ايضا لحظه مما يجب الانتباه اليها، وهو ما ينظر الى اردوغان من بعض الصحف المعارضه ومن بعض المحللين عن انه ايضا لم يستطع ان يحقق طبعا اذا ما اعتبرنا هذا فوزا، اذا ما اعتبرنا هذا نصرا في الجوله الاولى، لم يكن مريحا. هو يعني نزل عن ال 50% اولا، اذا يعني لم يكن هناك نقطة تفوق ال 50%. ثم نقطة مهمة أعتقد أنك كنت تذكرها قبل قليل، النسب المختلفة. صحيح أن الفارق ليس كبيرا بين الطرفين، ولكن هناك دائما رمزية لإسطنبول ولأنقرة وللمدن الكبرى. إسطنبول وأنقرة مهمتان جدا، الفارق ليس كبيرا في الواقع، ولكنهما مهمتان بشكل رمزي. أن كليستار أوغلو استطاع يتحصل على نسبة أعلى لأن يتفوق على أردوغان فيهما، ولكن تعرف حسبة ومعادلة الانتخابات تجمع كل المدن وكل الولايات وكل الأطراف، وبالنتيجة تحصل على إجابة وافية من هو المنتصر. في 2019 خسر أردوغان بلديتي إسطنبول تحذر يعني كنت رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة. في 2023 لم يعني تفوق مرشح المعارضة عليه بالنسب في إسطنبول وأنقرة. في 2024 هناك انتخابات بلدية جديدة، هل ستتمكن المعارضة من تسليم مجددا، وهل سيخسر أردوغان أو سيستعيد لما كما يتوعد المعارضة ويعد أنصاره؟ لنرى. الزميل طاهر بركة، بأهنئك على التغطية المتميزة بصراحة، مجهود كبير في الأيام الماضية أنت وفريق قناة العربية كله، ومش عارف بقى حضرتك هتفضل باقي في إسطنبول ولا هتعود وتعود مرة أخرى إلى إسطنبول عند الإعادة، ولكن يعني تغطية مميزة، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وعملت بنصيحتك واكلت الاكل التركي، وكل يوم اكل تركي ان شاء الله. اجمل حاجه الاكل التركي، شكرا ليك، شكرا.